هذا البرنامج برعاية نحن اليوم بكايرو لأنه عم نقدم مجموعة 2018 للألوان لجوتن. كل سنة بنعمل هذا الشيء. اليوم مميز كتير لأنه نحن بكايرو وبالنهاية بنطلع ألوان يلي هي بتناسب أشخاص ومش بس على الموضة. أكيد على الموضة بس كمان تناسب الناس وحياتهم. طبعا مبسوط جدا إن إحنا النهاردة موجودين مع جوتن كالعادة بالإنسبريشنز بتاعتهم. النهاردة هم عاملين ثلاثة تيمز مختلفين حلوين جدا طول عمرهم بيبهرونا بالالوان بتاعتهم والانسبريشنز. ف اتس فيري يعني نايس تو بي هير توداي. وحقيقي الالوان اللي هم عاملينها دايما بتانسباير كل الديزاينرز بال في الانتيريرز وفي الاركيتكتشر في كل الاحوال. يعني مثير جدا لانه في ثلاثه ستايلز. الستايل الاولاني الاربن إن هو الـ العاصمة أو السيتي وشوية مدي وقت الشتاء. يعني تاني ترند كولر ترند بالنسبة لي بيديني إحساس بالزن اللي هو السكينة والهدوء. ممكن يبقى برضو في الاوتسكيرتس او في حتت زي على البحر وكده بس الحاجات الهاديه زي العين السخنه ومش البحر اللي هو المتوسط وفايبرنت وكده لا مور حاجه هاديه. ثالث واحد اللي هو ورايا بيديني الانسبيريشن بتاعه جاي لي من القرفه اللون القرفه وده برضو بيدي احساس الدفء فده وبيدي احساس كمان الخريف الوان بتاعت الخريف. فالثلاثه كومبينيشنز حلوه قوي. يعني كل واحده لها شخصيه منفصله وفي نفس الوقت الحلو فيهم ان الثلاثه ممكن يندمجوا مع بعض يعملوا حاجه جديده. Yes, Egypt is one of the good markets for Jotun because we are active since early 1980s more than 30 years. And every year we are developing our market share and we are dominating the market. In the coming period we are going to invest the second factory in 10th of Ramadan area, which means it's a good location for us. Not only Egypt, we are trying to create a production hub in Egypt. We'll be responsible from all Africa in the future, hopefully. وارجع اقول لكم اخبار النهارده ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية نحن اليوم بكايرو لأنه عم نقدم مجموعة 2018 للألوان لجوتن. كل سنة بنعمل هذا الشيء. اليوم مميز كتير لأنه نحن بكايرو وبالنهاية بنطلع ألوان يلي هي بتناسب أشخاص ومش بس على الموضة. أكيد على الموضة بس كمان تناسب الناس وحياتهم. طبعا مبسوط جدا إن إحنا النهاردة موجودين مع جوتن كالعادة بالإنسبريشنز بتاعتهم. النهاردة هم عاملين ثلاثة تيمز مختلفين حلوين جدا طول عمرهم بيبهرونا بالألوان بتاعتهم والإنسبريشنز.
ف it's very يعني nice to be here today. حقيقي الالوان اللي هم عاملينها دايما بتانسباير كل الديزاينرز في الانتيريرز وفي الاركيتكتشر في كل الاحوال. يعني مثير جدا لانه في ثلاثه ستايلز. الستايل الاولاني الاربن اللي هو العاصمه او السيتي وشويه مدي وقت الشتاء يعني. تاني ترند كلر ترند بالنسبه لي بيديني احساس بالزن اللي هو السكينه والهدوء وال ممكن يبقى برضو في الاوتسكيرتس او في حتت زي على البحر وكده، بس الحاجات الهاديه زي العين السخنه ومش البحر اللي هو المتوسط وفايبرنت وكده، لا مور حاجه هاديه. تالت واحد اللي هو ورايا بيديني الانسبيريشن بتاعه جاي لي من القرفه، اللون القرفه وده برضو بيدي احساس الدفء، فده وبيدي احساس كمان الخريف، الوان بتاعت الخريف. فالثلاثه كومبينيشنز حلوه قوي يعني، كل واحده لها شخصيه منفصله، وفي نفس الوقت الحلو فيهم ان الثلاثه ممكن يندمجوا مع بعض يعملوا حاجه جديده. Yes, Egypt is one of the good markets for Jotun because we are active since early 1960s, 80s, sorry, more than 30 years. And every year we are developing our market share and we are dominating the market. In the coming period, we are going to invest the second factory in 10th of Ramadan area, which means it's a good location for us. Not only Egypt, we are trying to create a production hub in Egypt. We'll be responsible from all Africa in the future, hopefully. الخمسة